يتساءل البابا فرانسيس أين تجد حياتي وجهتها؟ ومن أين أستقي توجيهاتي؟ هل من الكلمات الكثيرة التي أسمعها؟ أم من كلمة الله التي ترشدني وتطهرني؟ تحت هذا العنوان أقامت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين شبيبة موطن يسوع ساعة سجود أمام القربان المقدس الذي أحيط بالشموع المضاءة، وذلك في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة. ترأسها سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين، وبحضور المطران مار قدسه وعدد من الأباء الأجلاء وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين. تخللت ساعة السجود قراءة من الإنجيل المقدس وصلاة وتأملات وتراتيل وسجود، وبكل خشوع أمام القربان المقدس. وكان للمطران الشوملي كلمة عبر فيها عن التمسك بكلام الله وتناول دائما القربان المقدس الذي يعطي الحياة، وأن نبقى ثابتين في الإيمان، فكلمة الله تقيم فينا ونقيم فيها، فإنها تلهم النوايا الحسنة والعمل وتمنح القوة والإطمئنان. يحتفل المسيحيون من خلال قداس الأحد أو من خلال ساعة السجود بكلمة الله، ويتذكرون بأن الله يرسل لنا رسائل شوق ومحبة كل يوم من خلال كلمته، وهذه الكلمة بحاجة إلى جواب. بعد مرات بيسألونا طيب كيف من نفسر كلمة الله تفسير صحيح ما يكونش تفسير مزاجي؟ كلمة الله تفسر داخل الكنيسة، لأنه ربنا ائتمن الكنيسة على كلمة الله. فالكنيسة كمجموعة من المؤمنين هي الإطار الصحيح لتفسير الكلمة، ومن يخرج عن الكنيسة لا يستطيع أن يفسر هذه الكلمة. نحن بحاجة إلى الروح القدس، الروح القدس اللي ألهم الكتاب في العهد القديم والعهد الجديد والإنجيليين واللي كتبوا الرسائل، اللي ألهم ماذا يكتبون، هو اللي بيلهمنا اليوم ماذا نفهم. من مفاتيح قراءة الكتاب المقدس أنه نقرأ الآية على ضوء الآيات الأخرى، يعني آية من يوحنا بفهمها ضمن الإطار اللي وردت فيه من فصل يوحنا، أو ضمن الإنجيل يوحنا كله، أو ضمن العهد الجديد، وأيضا على ضوء العهد القديم. فالآية تشرح بآيات أخرى، لأن ربنا ما بناقض نفسه، فإذا غمضت علينا آية هنا فأجد تفسيرا لها من خلال قراءتي للآيات المتبقية. وأحث كل المستمعين أنه يتعاملوا مع كلمة الله على أساس يومي وليس فقط مرة في الأسبوع، لأنه كلمة الله هي لكل يوم، هي مصباح لخطاي ونور لسبيلي، ولا يجوز أني أهمل هذه الكلمة أو أن ربنا يتكلم ونحن لا نصغي ولا نجيب. كما تحدث المطران الشوملي عن الأوقات الصعبة التي تعيشها فلسطين، طالبين من الله أن تنتهي الحرب ويحل السلام. الوضع اللي بتعيشه بلادنا في فلسطين وضع مأساوي إلى أبعد درجة، عمره ما صار وضع من هذا الشكل أو حرب طالت بهذا العنف وهذه الاستمرارية. نحن صلينا وصمنا وما زلنا نصلي عنية العدل والسلام. ماذا نجيب؟ ليش لما منصلي ربنا ما بيجيب طوال، ما بيستجيب حالا وفورا وسريعا زي ما كان في الإنجيل يسرع في شفاء المرضى وتهدئة العاصفة ومعجزات كثيرة أخرى؟ الجواب ما يلي: أولا، العنف والحرب والدمار والقتل ليس من الله، الله لا يأمر بذلك. إحنا عادة بنقول كل شيء من الله، كل شيء من الله يعني كل خير من الله، الشر مش من الله. الحروب هي من صنع الإنسان أو من صنع الشرير اللي هو الشيطان. الشيطان يقسم ويجزئ ويضع إنسان ضد إنسان. ربنا قادر إنه يستخرج الخير من الشر،
هذا درس تعلمناه من الكتاب المقدس. ربنا بيستخرج الخير من الشر. مثلا من موت المسيح على الصليب خرج الفداء، من جريمة قتل هي موته على الصليب خرجت ذبيحة خلاص لنا جميعا. نحن المؤمنين بالله نؤمن واثقين بأنه من هذه المأساة اللي راح ضحيتها الألاف، 24,000 تقريبا لحتى هذا اليوم، واللي راح ضحيتها أكثر من 70,000 جريح ومعوق، من هذه المأساة إيماننا يعلمنا بأن الله قادر أن ينصف شعبه ويعطيه حقوقه وتقرير مصيره. لذلك أدعوكم أن تواصلوا الصلاة بدون يأس وبدون ملل، فالخير قادم والحل قادم والخلاص قادم. فتبارك وتمجد يسوع الآن وكل أوان في القربان الأقدس والإنجيل. آمين. لنرسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.